بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لقيت السلم هذا قدامي حبيت نصوره، ما نعرفش من هو المقاول، وللعلم قديم يعني مش مشطب، لكن هذا نسمو فيه احنا الدوران وسل سن منشار، يعني من لوطة سن منشار. طبعا أصعب حاجة، أصعب سلم في التنفيذ، هو يتطلب مهارة غير عادية. طبعا لاحظ انت الدقة في التنفيذ، طبعا في شوية تعشيشات فوق وحاجات بسيطة، لكن بشكل عام يعتبر ممتاز تمام، حاجة يعني تبارك الرحمن الحق. والله اللي خدم السلم هذا تحية لي. حاجة تانية، لاحظ أول درجة قديش رفعها بزيادة تمام، تقسيط السلم ممتاز. وعندك حاجة تانية، السلم الدوران دي متلاحظ في نهاية السلم اللي هي الزاوية الدوران الضيقة، تلقى إشكالية إنك أنت ما تقدرش تمشي عليها، تلقاها مثلا أقل من 20، المفروض ما تقلش عن، لاحظ هنا تلقاها مثلا شنو، أقل من 20 سنتي، يعني أكثر من 20 سنتي، بحيث إنك تقدر تمشي عليها، يعني تقدر تستغل، يعني يقدروا هنا مثلا ثلاثة يمشوا مع بعض على السلم، ما فيش إشكالية، واحد على اليمين واحد على اليسار واحد في النص تمام. السلم تبارك الرحمن، قصدي اللي خدمة يعني ما شاء الله ما شاء الله، تشطيبته وزنته كل شيء فيه متكامل، يعني واضح اصلا حتى باقي الشغل واضح مش نتكلم عليه، ولكن انت ركز هنا في السلم، هو شغل منظم جدا جدا الحق، عجبني والله. واحد حتى مش في الشغل يجي يشوف حاجة زي هذه ما يقدرش يتغاضى عنها الحق، ضروري يصورها والله، شغل الله يبارك الحق. شن رايكم في السلم؟